هذه يقول شيء. كل مين الله يعينه عبلته. ويعنا مأساة العادي لحد الآن. مو معقولي أنه الدولة عجزت عن تركيب مجموعة للبيئة. مين بدنا نحكي؟ بنحكي رئيس الدائرة بيقول أمري لله، بنحكي مع المحافظ بيقول شو بدي أكثر من هيك ما في إمكاني. طيب شو الحل؟ ما حد ما يجيبخ ولا حد ما يعتنب فينا، ما هن ما يبخوا بالضيعة ولا في صرف صحي. أبقى فينا نجامل يعني حقيقة صار عندنا وباء بالضيعة، وباء كل المقاييس والمستوصف يعني إمكانياته محدودة، عندنا ممرض الله يعينه. إذا حكينا شو ما حكينا بيوصل، حكينا كتير ما وصي. خارج العاصمة يأتيكم في الأوقات التالية.